قامت تتفحص طريقها في عتمة الظلام ككفيفة، حريصة ألا توقظ صغيرتها التي تنام بجوارها في سريرها البارد. وقد قضت الصغيرة ليلتها كسابقتها تعاني من أحلامها المزعجة، إلى أن يغلبها النعاس قبيل الفجر فتنام على صدر أمها لتطمئن بأنفاسها. أبداً لم تعيقها عتمة الليل من الوصول إلى باب الغرفة، فقد قضت في هذه الغرفة ظهراً بل ظهوراً، الغرفة التي تقضي بها عقوبة الحبس الأبدي دون اعتراض أو تأفف، حتى وبعد أن أصبح حبساً انفرادياً بوفاة زوجها. استحضرت ابتسامتها الملولة وتوجهت بها لغرفة باقي الأبناء، أيقظتهم بأغنية صباحية تدعو للتفاؤل، وهرولت إلى مطبخها تعد إفطارهم الروتيني كل حسب ذوقه. فالكبير يفضل الفاكهة، والأوسط يعشق الحلاوة، والوسطى تفضل مربتها التي تملأ بها الرف السفري من دولاب الخزين مع مطلع كل شتاء. ولم تلحق لبن الصغيرة قبل أن يفور ككل صباح. ملأت زمزميات المياه وساعدت كل منهم على الانتهاء من مهامه الصباحية في سباق الزمن اليومي. دقت على باب جارتها العجوز واستودعتها الصغيرة وحقيبة مستلزماتها على استحياء حالما تعود من مشوارها. تأكدت من إغلاق الجارة لبابها لتعود إلى شقتها متلصصة. دخلت إلى حجرتها وارتدت الجلباب الأسود الذي يحبه. انتظرت دقائق مرت أطول من ماهيتها، إلى أن سمعت على الباب الدقات الثلاث المتفق عليها. فتحت بابها ليمرق داخلا وعاودت إغلاقه لتلقي بحملها بين أحضانه، مستمدة من حرارة جسده وسخونة قبلاته تلك الطاقة التي تعينها على الاستيقاظ في ظلام اليوم التالي كما تفعل كل أم وفية. واو،